تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بانتهاج العمل المؤسسي، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقعت وزارة شؤون الشباب والرياضة ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مذكرة تفاهم بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب وتسخيرها من أجل تطوير العمل الشبابي والرياضي في المملكة. وتنص المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول برامج الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي والفعاليات وأنشطة التدريب، إجراء المشاريع المشتركة في المجالات البحثية والتدريبية والتوعوية، وإجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التي تساهم في التوعية والتثقيف في مجال الشباب والرياضة، وإعداد قاعدة معلومات شاملة من خلال جمع وتحليل البيانات الإحصائية للمساهمة في دعم الخطط التطويرية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على الدخول في شراكات متميزة مع مختلف المراكز والمؤسسات تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والذي وجه بانتهاج العمل المؤسسي في المجال الشبابي والرياضي وفق المعايير العلمية والبحوث الحديثة، مشيدا في ذات الوقت بحرص سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على مباركة مذكرة التفاهم التي ستصب في مصلحة العمل الشبابي والرياضي في المملكة، مثنيا على الدور الإيجابي لسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة من أجل توقيع مذكرة التفاهم. من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق التحركات وبناء الشراكات التي يقوم بها مركز دراسات لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة من أجل تقديم خدمات بحثية وعملية وورش عمل تساهم في الارتقاء بمختلف القطاعات وفق النتائج العملية المستخلصة من تلك البحوث، مؤكدا أن دراسات مهتمة كثيرا بالدخول في شراكة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة للعمل جنبا إلى جنب من أجل تطوير العمل الشبابي والرياضي في مملكة البحرين باعتباره من القطاعات الحيوية التي ساهمت في إبراز اسم البحرين ورفع علمها عاليا في مختلف المحافل الدولية. سمو الشيخ فيصل بن راشد على حضوره وعلى مباركته لهذه الحدث. طبعا وقعنا هذه الاتفاقية بناء على توجيه سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأخير. وجه سمو الشيخ أن احنا نبدأ نركز في اعتماد العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة طبعا وفي وزارة شؤون الشباب والرياضة بالأخص. فوجه سمو الشيخ ناصر أن القرارات اللي تتخذ والتغييرات في السياسات تكون مستجيبة لحاجات الشارع ولحاجات إخواننا وزملائنا والمواطنين والمستفيدين من الأندية والمراكز الشبابية والهيئات القائمة. فلهذا السبب تعاقدنا مع مركز دراسات جزاهم الله خير عشان يقومون هم باستطلاعات محددة ودراسات محددة بالنسبة لاستخدام المنشآت، بالنسبة لاستخدام النوادي والمراكز، بالنسبة للحس العام، وبالنسبة لجمع التصورات اللي عند خاصة الشباب. تمثل هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وشركتها مع وزارة شؤون الشباب والرياضة. شريحة الشباب في مملكة البحرين اليوم من خلال الاهتمام المتزايد من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مستشار الأمن الوطني، نرى بأن هناك اهتمام بالغ من خلال الشراكات الوطنية عبر المؤسسات الرسمية التي تمثل هذا التوجه العام ومنها مركز دراسات. هذه الاتفاقية نسعى من خلالها إلى توثيق التعاون بين مركز دراسات ووزارة الشباب والرياضة في خدمة عدد من القضايا الخاصة بالشباب، وهناك برنامج عمل نتطلع جميعنا للعمل من خلاله على دعم توجهات العام المجلس على الشباب والرياضة والعمل الدؤوب التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال.